أهلا بكم مشاهدينا الكرام، دعوني أطلعكم على بعض من قصص ترندنج لهذا اليوم. استمرار تداعيات لقاء نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي، هل كانت ضحية أم دبلوماسية مندفعة؟ توجيه تهمة التجسس إلى 5 مصريين و6 زامبيين في قضية الطائرة الزامبية، وتحقيق إسباني بحق روبياليس على خلفية تقبيله اللاعبة هيرموسو ووالدته تضرب عن الطعام. هذه القصص مشاهدينا في ترندنج.